شوطنا الأول اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي يما تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز هنا بالجنادرية لأولى الأشواط في هذه الأمسية والمخصصة للخيل التي لم تربح فئة الأفراس على مسافة 1400 متر قيمة الجائزة 80,000 ريال. تبدأ بجلة في المرتبة الأولى من المسار الداخلي، المطاردة تأتي من شمخرة في ثاني المراتب، كذلك مبهرتهم تأتي في المرتبة الثالثة. هنا تبدأ في المرتبة الأولى من المسار الداخلي بجلة، أيضا المطاردة من شمخرة لا تزال كذلك حبذا تأتي في ثالث المراتب، والمرتبة الرابعة مبهرتهم قادمة، لكن شمخرة من أول مشاركة. ابنة سكلير تبدأ في أولى المراتب، المرتبة الثانية هنا مع بجلة، كذلك القادمة شيهانة رفقة ومتعة أيضا من المسار الخارجي، كذلك حبذا تراقب في ثالث المراتب. أيضا صداوية في المرتبة السابعة تبدأ شمخرة ومفتلة قادمة في المرتبة الثانية، المسار الخارجي هنا قادمة شيهانة رفقة، لكن شمخرة من أول مشاركة قادمة، عبد الله عظيب كذلك مع مفتلة، وأيضا الدخول من شيهانة رفقة لكن من أول مشاركة ابنة سكلير بالشعار الأحمر قادمة لتفتتح أولى الأشواط في هذه الأمسية. شمخرة من أول مشاركة تسجل أول انتصار بشعار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، كلمات فهد سعد والقيادة الأيفانزي. أيضا صداوية حلت في المرتبة الثانية، أيضا شمخرة